امبارح ما غمضت العين. معلش حبيبتي، بفهم كتير انه القرار صعب بهي المرحلة، بس نحنا لازم نكون حذرين حتى ما نغلط. أنا كل حياتي بعيدة عن جو شغل أبي، فجأة لقيت حالي بنص المعمعة. خلص أنا ما عاد بدي شي، ياخدوا كل شي معي، المهم يتركوني أنا وورد نسافر ونرتاح. بالأول كنت مفكرة مثلك، إنه إذا بعطيهم اللي بدهم إياه بيمشي الحال، بس طلعت الأمور أبداً مو هيك بهذا المطرح. بس على الأقل برا في قانون يحميني، مو قانون نسكن. إمتى ما بدهم بيقلبوا على أي مسؤول، إذا ما قبل يشاركهم فسادهم بيعاقبوه، بيسحبوا منه صلاحياته. عن جد أنا تعبت، تعبت وقرفت من هالتهديد.